بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 29 و300 ألف للهجرة النبوية، والذي يعد إماما من أئمة الدين في بيان اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله ومحاربة أهل البدع. قال عنه الذهبي في العبر: الفقيه القدوة، شيخ الحنابلة بالعراق، قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال عنه في سير أعلام النبلاء: كان قوالا بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال ابن كثير: العالم الزاهد، الفقيه الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر يعظمه الخاصة والعامة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وقال الفضيل بن إياض: إذا رأيت الرجل من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن أبي: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يدعى إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، وإياكم والبدع، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس فيه. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فإن الحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واسترح بدنه، وسلم له دينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي،
وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة الناجية منها فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فإنه كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فإن من قبلنا من السلف لم يدعونا في لبس من ديننا، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واعلم أن الناس لم يبتدئوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. واعلم أن الأهواء كلها ردية، وأنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلوه، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة قط. ومن عرف ما ترك أصحاب البدعة من السنة وما فارقوا منها فتمسك به، فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة وأحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر، وذكرهم بخير وقال بقولهم: فاعلم أنه صاحب سنة، لقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فقط،
فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودأه. وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء يعني المبتدئة فحذره وأرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه واحذره فإنه صاحب هوى. وانظر إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير وبشرا المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشيائهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا، ولا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتأطيل. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنهم قالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وخالفوا الآثار، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسم وهو من البدع الصوفية وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أن الأهواء كلها ردية، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل. فإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من نفسه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن الذي لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. وإياك ثم إياك أن تحدث بشيء من زللهم أو حربهم، ولا بشيء غاب عنك علمه مما وقع بينهم، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم قلبك إن سمعت. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه في قبره. قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، 4 أهواء، فمن هذه الأهواء تشعبت هذه 72 هوى.
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجأة ويقول علي بن أبي طالب حي سيرجع قبل يوم القيامة ومثله محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب حتى إن أصاب صاحبه الحق والسنة. فإياك والنظر في علم الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، فإنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من علم الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. واعلم أن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. واعلم أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تبتدئ شيئا بهواك فتمرق من الدين، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، فمن خالفهم في شيء من أمر الدين فقد ضل وهلك. ومن قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة صاحب معاص فاجلس معه في غير معصية وانصحه، فإنه ليس يضرك معصيته حينئذ. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترفا بالعبادة وهو صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان من أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ولا يخرج ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت أن تترك ذلك، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب أو غيره وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل عن طريق الحق. جاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني
فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت صاحب هوى فقم من عنده ودعه، وإذا رأيت أحد يجلس معه فحذره وأرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى مثله. قال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. ومن جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتبائهم وأشيائهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. قال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدئ فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدئا فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدئ لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال رحمه الله: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية وغيرهم من أهل البدع. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وقال الفضيل: من انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. اعلم رحمك الله أنه لا يتكلم في صفات الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن الكريم، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع قدمه جل ثناؤه، وقوله سبحانه: وإن جاءني يمشي أتيته هرولة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وقوله: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق لمعانيها والتفويض لكنهها وكيفيتها. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. فربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يأصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا. قد علم الله ما العباد آملون وإلى ما هم صائرون، ولا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل أنه سيكون. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك،
وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله سبحانه. فيجب الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان في أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه، فهو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء. واعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. والقرآن الكريم كلام الله ليس بمخلوق، لأن القرآن من صفات الله، وما كان من صفات الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهم وبعدهم، والمراء فيه كفر. اعلم أن الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وعليك بالسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، أو غلب عليهم بسيفه، فهو أمير المؤمنين. واعلم أن جور السلطان لا ينقض فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله. فالحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم، والسلطان ولي من لا ولي له. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا. واعلم أن من السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، فإنه لا طاعة لبشر في معصية الله. اعلم أن أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نأمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه البلاد والعباد. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى، وسمع كلام الله عز وجل، ودخل الجنة، واطلع إلى النار، ورأى الملائكة، كل ذلك في اليقظة لا مناما، وحمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة
ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل البيت المهدي ويموت ويدفنه المسلمون. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، وينعم في قبره المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين يوم القيامة، ويخرجهم من جوف جهنم بشفاعته، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. ويكون القصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام حتى الذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، وهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك العرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. فيبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والمؤمنون ينظرون إلى الله تعالى في الجنة بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب، وإنكاره كفر. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بجنة ولا نار، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله له في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم،
أو يصرف العبادة لغير الله كمن يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يدعو ويستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. وما سوى ذلك فدم المسلم حرام أبدا حتى تكون الساعة. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم لعبادته، ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، فمن صرف العبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. واعلم أن الصلاة على من مات من أهل القبلة حتى وإن كان فاسقا سنة، كالمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه والسكران وغيره. والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد آملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وما يعملون. والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنها، لأن القدر سر الله، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه. هو فضله يعطيه من يشاء ويمنأ من يشاء. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، لقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. والسنة أن تشهد لهؤلاء العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء المهاجرون والأنصار، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. واعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. ويجب الكف عما شجر بين الصحابة من الاختلاف والقتال، كحرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولا تحدث بشيء من زللهم وحربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمع. قال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تنسهم، واعرف فضلهم وكراماتهم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة والخوف أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، واترك ما سوى ذلك فإنه يدعو للزندقة. واعلم أن الرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، ومن شاء صام فيه ومن شاء أفطر. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف واجب، إلا من خفت سيفه أو عصاه. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب أفعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمل. واعلم أنه لا يزال في الناس إصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي لهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. واعلم أن جميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما فهو صاحب سنة وجماعة، وإلا فهو صاحب هوى. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته،
أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وضعت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالقبول. ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.